مهم جدا ان احنا يمكن في الفترة دي، يعني طبعا احنا داخلين في موسم الموجة الرابعة البرد زي ما بالظبط. بيقولوا، واحنا طبعا في برضو موضوع كورونا مستمر معانا، وكل الناس عايزة تحسن من المناعة بتاعتها. فحضرتك تنصحي بإيه في مسألة التغذية السليمة للحفاظ على المناعة ويعني جسمنا؟ المناعة بقت حاجة مهمة جدا في أجسامنا، لأن ده الجندي اللي بيدافع عن جسمنا ضد أي عدوى أو فيروس أو بكتيريا. المناعة لو هتبقى سليمة الجسم سليم، ما بقتش موضوع المناعة ده ما بقاش رفاهية زي زمان، لا، أنت مناعتك قوية هتعيش، مناعتك ضعيفة هتتعرض لمخاطر كتيرة جدا. المناعة القوية بتيجي من الوجبة الغذائية المتوازنة. لازم وجبتنا الغذائية تكون بتشتمل على 3 محاور أساسية: مصدر للطاقة المتمثل في الكربوهيدرات زي الرز والعيش والمكرونة، مصدر للبروتين ابتداء من البيضة للديك الرومي طبعا، مرورا بمصادر البروتين النباتي زي الفول والعدس والحمص والترمس، مشروم وطبعا عندنا اللحوم والأسماك. المصدر أو المحور الثالث في الطبق الغذائي بتاعنا المناعة، الأغذية المقوية للمناعة، وأهمها طبعا الخضروات والفواكه، الخضار والفاكهة الفريش. أنا بتكلم عن الخضار والفاكهة اللي بنزل أشتريهم فريش من السوق وأطبخهم في البيت. بلاش يا جماعة في الفترة الحالية نستخدم الخضروات المجمدة، لأن دي تقريبا ما فيهاش فيتامينات، ما فيهاش المعادن اللي جسمنا محتاجنا. فوجبة الغذائية المتوازنة دي أهم 3 محاور. كمان مهم جدا عشان نقوي مناعتنا ان مواعيد اكلنا تكون منتظمه، يعني تكون وجبه الفطار الحد الاقصى ليها الساعه 10 الصبح، وجبه الغداء الحد الاقصى ليها الساعه 4، العشاء قبل ما ننام بساعتين، ما نتجاهلش وجبه. وجبه الفطار عندي من الحاجات المهمه جدا لانها بتقوي مناعتي، بتديني طاقه، بتنظم مستوى السكر في الدم وتحسن حضرتك شايف المزاج. الفطار المفروض يبقى شكله عامل ازاي؟ والله الفطار بالنسبه للانسان البالغ المفروض الفطار مثلا عندي نص رغيف عيش بلدي، طبعا انا بنصح بالعيش البلدي لانه غني بالالياف اللي بتقوي الجهاز الهضمي كمان عندي، مع مثلا 4 ل6 معالق فول، مع طبق سلطه، مش لازم اقطع السلطه عشان ما تعطلنيش عن بدايه يومي، لو حطينا جنبيه خيار، جرجير، طماطم، جزر، اي نوع من الخضروات، مع كوبايه الشاي او كوبايه اللبن اللي انا بفطر بيها. ممكن استبدل طبق الفول ده ببيضتين مثلا، بيضتين مسلوقين، ممكن يكون طبق بليله، البليله برضو عندي من الحاجات القمح، مغذية جدا طبعا. الحاجات المغذيه جدا والغنيه بالفيتامينات. العيش البلدي احسن طبعا من العيش الشامي او العيش طب الفينو. الكورن فليكس والحاجات دي، يعني لو بدلنا البليلة بكورن فليكس يمشي مع النظام والله الغذائي هو ولا الميزة القمح انه حبه كامله، والحبه شوفان كامله. اوتس؟ الشوفان عندي من الحاجات الجميله، ولكن للاسف الشوفان حلو جدا، غني بالزنك، بيقوي المناعه، ولكن بيمنع امتصاص الكالسيوم. يعني انا اخد الشوفان كمخبوزات او اخده في صوره بسكويت او في صوره عيش، بلاش احطه مع اللبن لانه بيمنع امتصاص الكالسيوم. وللاسف في الدايت ناس بتستخدم الشوفان بكميات كبيره جدا، يعني بيفضل عايش على الشوفان، للاسف مع مرور الوقت بيسبب لهم متاعب في الجهاز الهضمي، ممكن كمان يعمل لهم سده معويه. ليه؟ لأن الشوفان أليافه كتيرة، فعشان كده الناس اللي عندها متاعب في القولون أو في الجهاز الهضمي بنقول بلاش الشوفان لأنه أليافه شديدة. كمان بنقول للأطفال بلاش الشوفان لأن الألياف الشديدة دي ممكن تعمل لهم مشاكل مع أسنانهم. بنقول استخدام الشوفان بيكون ابتداء من سن 10 سنين. والناس برضو طالما ذكرنا قصة الشوفان، في بعض الأشخاص عندهم حساسية من الشوفان، يلاقي بعد ما أكل الشوفان في احمرار، في حكة في الجلد، فهو شايف انه كان حاجه صحيه وحاجه 100 100 الاحمرار او الحساسيه، الشخص ده بيكون عنده حساسيه الشوفان. كمان من الحاجات المشبعات الطبيعيه اللي هي زي الشوفان واللي بتتميز انها غنيه بالالياف، فهي احنا بناخدها عشان تملى الجهاز الهضمي وتدينا شعور بالشبع فترات طويله، عندنا الشيا. الشيا من الحاجات اللي بقت موجوده على الساحه، وخصوصا ساحه الدايت والرجيم، وبتتميز ان قيمتها الغذائيه عاليه، وسبحان الله كميه الكالسيوم اللي موجوده فيها 6 اضعاف كميه الكالسيوم اللي موجوده في اللبن. وكمان غنيه عندي بالزنك ومن الحاجات اللي بتقوي المناعه، ولكن في مشكله في استخدامها، الناس بتاخدها جافه، يعني مثلا بياخدوها جافه يحطوها على السلطه او الزبادي، او ممكن يسف معلقه كده، لا، هي من الحاجات اللي بتمتص ميه بكميات رهيبه جدا، ممكن فلازم تعمل جفاف مثلا، تعمل جفاف، او برضو ممكن تعمل لنا مشاكل في الجهاز الهضمي وامساك شديد جدا.
فعشان اقدر استفيد من قيمتها الغذائيه وتقدر تبقى مفيده لصحتي، لازم تتنقع الشيا على الاقل نص ساعه في الميه قبل ما اخدها. تاخد الميه من بره جسمي احسن ما تاخدها من جوه جسمي، واقدر بعد كده انتشلها من الميه واضيفها على السلطه، على الزبادي، على اي حاجه انا باكلها حابه اضيفها.